أغنية أنا غلطان ومتأسف للأستاذ طلال مدح. طبعاً الأغنية على مقام عجم الصول. مقام عجم الصول اللي هو فيه فاديز بيبتدي من الصول، ممكن ناخده بالفيرست بوزيشن أو بالوضع الأول. صول لا سي دو ري مي فا صول. طبعاً هاي بالنسبة لمقام عجم الصول فيه فاديز، والأغنية على إيقاع اللي هو إيقاع اللف أو الملفوف اللي هو 2-4. خلينا نعزف مثلا إيقاع الملفوف اللي على كقرار وجواب بطريقة إيقاعية اللي هي دم تاك تاك دم تاك تاك دم تاك تاك دم تاك تاك. نعزفه مثلا بسرعة نفس سرعة الأغنية اللي هي سرعة 100 مثلا. دم تاك تاك دم تاك تاك سو 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 سو. الأغنية رح نعزفها أول شيء كاملة وبعدين رح نشرحها. طبعاً سرعة الأغنية مثل ما شايفين هي سرعة 100. إيقاع اللي هو إيقاع ملفوف 2-4 إيقاع ثنائي وهو على مقام العجم. بيبتدي بالموسيقى، موسيقى المقدمة هي نفسها مقدمة المذهب الأول اللي هي سو سي لا سو صول سو 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 صول سي لا سو لا 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 صول فا 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 سي لا صول صول سو 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 صول. هاي بالنسبة لكالموسيقى. بعدين بفوت بالغناء أنا غلطان ومتأسف. طبعاً هون أنا غلطان ومتأسف نفس الجملة الموسيقية الانترو مقدمة، بس لكن بيبتدي يعني بيعمل فيها ري هون، يعني سي لا صول صول صو صو صول ري سي لا صول لا 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 صول فا 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 ري سي لا صول صول صو صول صول صول. يعني اللي هي أنا غلطان ومتأسف يا ريت تسمعني وتصالح تراني خلاص متلهف لكلمة صلح نتصالح. طبعا ما في شيء، عبارة على علامات 8 وعلامات 16 وسكتات اللي هي سكتات ال 16، وفي عنا ذات السن المنقوطة. المقطع هذا بعيده طبعا مرة تانية اللي هو أنا غلطان ومتأسف. بعدين المقطع الثاني مثل ما شايفين بيبتدي فيه من عند النقطة الثانية، لأنه خلصنا نحن المقطع الأول بالنقطة الأولانية اللي هي بالصول. بيبتدي طبعا فيه هون بجريس نوت، أو ممكن نبتدي فيه دو سي دو ري، أو ممكن نعملها ري دو ري دو سي ري دو سي دو ري إذا بدنا نعمل تشكيلة، أو ممكن نعملها دو سي دو ري أو بدنا ري دو. لاحظوا الري أول واحدة هي مثل جريس نوت أو علامة نافلة. ري دو سي دو ري 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 دو سي 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 دو ري مي ري دو سي ري مي ري دو سي. هون المي تيجي كمان مثل الجريس نوت ري مي ري دو سي اللي هي أنا في الوجع أتسرع بكلمة زل بها لساني اللي هي الجريس نوت المي بيمول، يعني بدل ما تكون مي طبيعية بيعملها مي بيمول. سي لا سي دو 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 صول دو سي لا 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 سي ري ري اللي هي ما كنت أعرف ولا فكرت عليها تغيب وتنساني. ما كنت عرفت ولا فكرت عليها تغيب وتنساني.
بعدين بيجي بالاخير اخر جمله اللي هي مي ري دو سي سولا سي لا سول اللي هي انا غلطان انا غلطان سولا سي لا سول ك جريس نوت. طبعا احنا ممكن انه نعزفها بدون هدول الجريس نوت اذا في صعوبه، بنعزف فقط علامات طبيعيه. هاي بالنسبه لاغنيه انا غلطان متاسف، منتنا لاعجابكم.